يا اهلا بيكم في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه، معظمه بطبيعه الحال بيدور حول فكره حفل الافتتاح وفكره تنظيم قطر للمونديال اساسا، ناهيكم طبعا عن مباراه الافتتاح اللي اكيد هنحب نعرف كتير جدا من تفاصيلها. فيما يتعلق بحفل الافتتاح بصفه خاصه، اكيد والله وحتى المباراه الاولى، يعني اكيد كل واحد فينا عنده انطباع، واحنا بنتعرض لانطباعات بعض وبنشوفها وبنتعرف عليها فيس تو فيس او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الى اخره، لكن لما يكون الانطباع من شخص متخصص اكيد الكلام بيبقى غير. فده اللي عايزين نعرفه النهارده في فقرتنا الاولى اللي منورنا فيها الناقد الرياضي والصحفي الاستاذ علي البحيري. يا صباح الخيرات. صباح الفل على حضرتك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، كله تمام. الحمد لله. عايزين بقى نفصص معاك يا استاذ علي بعد اذنك كل حاجه متعلقه برؤيتك لحفل الافتتاح ومباراه الافتتاح، ده بدايه كلام قبل ما ندخل بقى معاك في المجموعات وتوقعاتك الى اخره. فكيف رايت حفل الافتتاح مبدئيا؟ في البدايه طبعا النسخه 22 من كاس العالم قطر 2022 اول مره تنظم كاس العالم في دوله عربيه. قطر طبعا يعني الافتتاح امبارح انا شايفه كان بسيط وفي نفس الوقت رائع، كان فيه معاني كتير جدا وكان فيه رسائل كتيره جدا للعالم كله. حفل كان بسيط، يمكن هو اللي خلاه بسيط في عينينا هو توقعات اغلبنا فيما يتعلق بعنصر الابهار ومدى حضوره في الافتتاح. بالظبط، ده يمكن زي ما حضرتك قلت فعلا، لكن انا رايت ان الحفل كان بسيط جدا لكن كان في نفس الوقت رائع وفي معاني ورسائل انسانيه كتيره جدا طبعاً. ومخاطبه العالم كله، مخاطبه الغرب طبعاً. يمكن اللقطه بتاعت مورجان فريمان والطفل الغانم بتاع ذوي الهمم وقراءة القرآن طبعا في بداية الحفل كانت لقطة عظيمة جدا وغير مسبوقة. طبعا غير مسبوقة وكانت فكرة احترافية جدا، انا شايفها كانت وجهة نظري كانت جميلة جدا. استعراض تميمة النسخ السابقة ال 21 نسخة السابقة في كأس العالم مع أغنية كل نسخة كانت حاجة رائعة جدا. صحيح. رجعتنا للزمن ورا ورجعتنا لأول نسخة كأس العالم. طبعا كانت جميلة جدا. فأنا شايف إن حفل الافتتاح كان بسيط لكنه كان مذهل، أنا شايفه كان مذهل وكان فيه رسائل كتيرة جدا ومعاني حلوة جدا وكان شكله كان 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 قدام الناس أو قدام العالم كده لطيف. الوسائل الإعلام طبعا كلها حظيت باهتمام طبعا وقالت كلام كتير جدا عن حفل الافتتاح، لكن انا شايفه كان حفل رائع وبسيط في نفس الوقت. طيب وانطباعاتك بقى كناقد وكصحفي رياضي متخصص، ايه التعليقات اللي تعرضت لها من الناس اللي حواليك؟ قالوا لك ايه؟ يعني حسيت ان الانطباع العام اللي عند الناس حتى الناس العاديه كان عامل ازاي؟ في ناس كتير كانت بتقول ان قطر كانت بتبرز هويتها او الهويه العربيه. أيوه. يمكن زي ما حضرتك عارف ان قطر في كاس العالم ده عملت اكتر من حاجه كلها بتخاطب الغرب بالهويه العربيه. طبعا الحاجات الاسلاميه اللي موجوده في الشوارع وعلى الحيطه وعلى والايات القرانيه. بالظبط كده، والشنطه المترجمه. بالظبط برضه ذكيه جدا، بالظبط مترجمه انجلش طبعا عشان الغرب. كمان الشنطه اللي اتوزعت على الكل اللي موجود في الاستاد. أيوه. اللي فيها برضه حاجات من الاثار العربيه وحاجات برضه هدايا تذكاريه جميله وقيمه فيها شعار البطوله وتمامه البطوله. فانا شايف ان ومسك وحاجات حاجات انا بقول لحضرتك تبرز الهويه العربيه وفي نفس الوقت مخاطبه العالم. فانا شايف ان الحفل الافتتاح كان يعني بسيط وفي نفس الوقت رائع ووصل رسائل انسانيه جميله جدا. حلو، ده حفل الافتتاح. ده حفل. طيب بالنسبه بقى لماتش الافتتاح كيف رايت هذا اللقاء؟ ده ممكن ننتقد فيه بقى، لان ما توقعتش خالص ان قطر في حفل الافتتاح بعد طبعا التنظيم ده كله والاستعداد ده كله والمنتخب اللي بيعد بقى له 10 او 12 سنه، اعتقد كنت منتظر رده فعل من منتخب قطر اقوى من كده. حلو، تعالى بقى نقف شويه عند الحته دي، لان في ناس كتير قوي قالت لك يعني قطر قادره وقد كان قدرت تعمل ده بالفعل، قادره على حسن الاعداد والتجهيز والتنظيم الى اخره، فكان من باب اولى ان احنا نشوف ده كله منعكس في اداء المنتخب القطري خصوصا في يعني مباراه الافتتاح وخصوصا في وجود هذا كم من الالاف اللي موجودين بيشجعوا المنتخب القطري في المدرجات. دي حقيقه، يمكن حضور امبارح 67 الف متفرج و300 كمان، يعني اعتقد كان ده يعني عامل لاي لاعب في كره القدم انه ينزل يعني يبذل طبعا يعمل كل حاجه. يعني احنا كمنتخب مصر لما بنشوف جمهور في الاستاد او حتى كان نادي الاهلي نادي الزمالك اي نادي بتشوف الجمهور في الاستاد بتنزل تدي افضل ما عندك. فانا اعتقد ان امبارح عامل الجمهور ما ساعدش قطر، كان ضغط على قطر. يمكن امبارح تصريحات اللعيبه بعد الماتش، يمكن اكرم عفيف او المعز علي او حتى القائد منتخب قطر، يمكن كل الناس قالت ان احنا ارتبكنا.
كان في شويه هزه شويه في التعب برضو. قطر بتشارك لاول مره في تاريخها في كاس العالم. دي اول مباراه لمنتخب قطر في كاس العالم. فاعتقد برضو دي اثرت شويه. ليها رهبتها برضو. طبعا اكيد ليها رهبتها قدام الجمهور ده كله ورؤساء الدول ورئيس الفيفا وكل ده. برضو ادى برضو بعض الرهبه شويه للعيبه اللي هي برضو ما عندهاش الخبره انها تلعب في كاس العالم. طب في رايك الى اي درجه ممكن يلحقوا بسرعه يستفيقوا من صدمه الخساره في اللقاء الاول وان كانت مهمتهم مش سهله برضو؟ ما هو يعني للاسف ترتيب مباريات قطر للاسف زي ما حضرتك قلت هم قالوا امبارح في تصريح انهم هيقعدوا في الماتشات الجايه، لكن انا شايف صعب جدا يعني لان اعتقد ان مباراه السنغال وهولندا هتبقى اصعب من مباراه الاكوادور. 100 مره طبعا مرة. بالذات بعد ما الاكوادور كسبت الافتتاح. هولندا يعني مطالب منها الثلاث ماتشات، السنغال مطالب منها الثلاث ماتشات، فاعتقد ان الامور بقت صعبه جدا على قطر. ما اعتقدش ان هي تقدر تتاهل للاسف للدور الثاني. كنا نتمنى طبعا كل الفرق العربيه تتاهل للدور الثاني، وقطر كانت تعمل مباراه كبيره في الافتتاح، لكن للاسف حتى مش بس النتيجه، مش بس اثنين او ثلاثه، المشكله كمان كانت في الاداء. طبعا اداء اللعيبه انا الشوط الاول بصفه خاصه كان يعني ما كانش فيه حضور ملحوظ للأسف قوي. للاسف هجمات يعني قطر حتى على مدار الشوطين ما كانتش مش هي مش ده منتخب طبعا. قطر او مش دي رده فعل بلد مستضيفه. حضرتك لو عارف اكيد عارف ان معلومه ان دي اول مره في تاريخ كاس العالم البلد المستضيف تخسر في الافتتاح، اول مره في 22 نسخه طبعا. فطبعا دي حاجه كانت مفاجاه كبيره جدا وكانت صدمه طبعا للشعب القطري امبارح والجماهير بعد الماتش. فكرك انهي منتخب من المنتخبات العربيه ممكن يبقى حظه اعلى نسبيا في فرصه وصوله للادوار الثانيه؟ يمكن تونس محظوظه شويه يعني دايما في البطولات يعني. دايما تونس بيبقى عندها حظ كبير جدا في البطولات. يمكن هي مش هقول ان هي مستواها اقوى فريق عربي، لكن هي ممكن تكون محظوظه شويه. لكن المنتخب اللي انا ممكن اقول ان انا شايف ان شاء الله ممكن يعمل حاجه في كاس العالم او يعني يوصل الدور الثاني وممكن يبقى اداؤه كويس المغرب. منتخب المغرب منتخب قوي جدا بس برضه مجموعته مش سهله. اكيد طبعا مجموعته مش سهله، بس هو منتخب كويس يعني هيأدي على الاقل، هنشوف كوره منه وممكن يعمل مفاجاه ممكن يتأهل. طب على ذكر ان انت تشوف كوره منه، احنا بنشوف كوره حلوه في السعوديه فرق ومنتخب يعني الحقيقه، فبرضو الى اي درجه ممكن نلاقي منتخب السعوديه بيتصعد؟ منتخب السعوديه برضو منتخب كويس، منتخب عربي برضو نتائجه كويسه. بكره عندهم البدايه بيعلم بيها الربع. طبعا قدام يعني. قدام منتخب الارجنتين يعني صعب حاجه جدا. صعبه قدام أوي. منتخب من المرشحين للفوز باللقب فالموضوع صعب جدا. يمكن السعوديه كمان حظها ان اول مباراه لعبتها في كاس العالم كانت مباراه الافتتاح، خسرت من روسيا 5 كانت طبعا صدمه كبيره جدا. النهارده هتبتدي برضو كاس العالم بمواجهه الارجنتين من الفرق المرشحه لللقب، فانا شايف ان الموضوع صعب جدا. لكن هو معاه مدرب طبعا قوي، هيرفي رينار طبعا مدرب من المدربين المخضرمين في الشرق الاوسط وفي العالم، فاعتقد ان هم يعني عندهم برضو فرصه ان هم يقدروا يقدموا حاجه. لكن المباراه دلوقتي طبعا صعبه جدا قدام الارجنتين. طيب تعالى بقى ادخل بينا بقى على ماتشات النهارده، والنهارده في ثلاث ماتشات حلوين او تقدر تقول ماتشين حلوين وماتش نار. دي حقيقه. كده هنبدا بانجلترا وايران طبعا الساعه 3 طبعا، دي مباراه قويه جدا طبعا مع ايران طبعا بالمدير الفني كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر. اعتقد ان هو لعب في كاس العالم كذا مره ومدرب برضه قوي عارف ازاي يدير لعيبته، وصعد مع ايران لكاس العالم قبل كده ومسك كاس مسك ايران قبل كاس إيران العالم. ايران عندها كوره حلوه. ايران في كره القدم مش وحشه، ومع كيروش هتبقى كويسه. انا شايف ان هو بيعرف يوظف اللعيبه، بيعرف يطلع افضل ما عند اللعيبه. بس فكرك هيوظفهم دفاعيا كما عهدناه ولا مش شرط؟ دي حقيقه. انا اعتقد ان هو فعلا هيلعب بنفس الطريقه الدفاعيه اللي بيلعب فيها، وممكن يتاهل للدور الثاني بسبب الطريقه دي. فانا ممكن يا اخي الطريقه دي عجيبه جدا وعملت شغل مع منتخبات كتير، وعلى فكره بما فيها منتخب مصر في وقت من الاوقات يعني في مشاركه سابقه لمصر في كاس عالم. الدفاع المستميت ده لوحده كان يعني محير للمنافسين. احنا وصلنا بالدفاع المستميت يعني افريقيا الكره وقاعدين بيبصوا لبعض وفي كده في الدفاع. احنا وصلنا بالدفاع المستميت نهائي افريقيا، وصلنا بالدفاع المستميت المباراه الفاصله في كاس العالم. واحنا مش معلمونا واحنا صغيرين ان خير وسيله للدفاع هي الهجوم؟ لا طبعا الكره الجميله والاندفاع الهجومي والخطط الهجوميه دي طبعا حاجه جميله جدا في كره القدم، لكن دلوقتي في مدربين هم ده ستايلهم، هو ده معروفين يعني. طب ماتش ايران حاسه هينتهي ازاي؟ لا ماتش مش هيبقى سهل على انجلترا، لان انا بقول لحضرتك كيروش بيعرف ازاي يدير المباريات دي. لكن طبعا انجلترا منتخب كبير جدا طبعا. منتخب مرشح لللقب، منتخب قوي جدا يضم افضل العناصر. يمكن هو اقوى منتخب من حيث القيمه التسويقيه او اكبر منتخب من حيث القيمه التسويقيه للاعبين في كاس العالم، فمنتخب قوي جدا. المباراه مش هتبقى سهله طبعا قدام ايران، لكن اتوقع ان ممكن ايران ان ممكن انجلترا تكسب. وممكن يبقى في مفاجاه. ممكن يبقى في مفاجاه، بس انا اتوقع ان انجلترا يعني المنطق يقول ان كفه انجلترا بطبيعه الحال هي الارجح. انا بقول لحضرتك لا انجلترا يعني في كاس العالم، وكمان المباراه اللي فاتت قبل كاس العالم لا انجلترا اقوى. لكن كروش طبعا هيعمل مباراه صعبه اكيد. اكيد
المباراة تبع التانية الساعة 6 طبعا مباراة السنغال وهولندا هتبقى من اقوى مباريات في كاس العالم طبعاً. مباراه قويه جدا طبعاً. هتبقى يعني افتتاحيه جميله جدا لليوم الثاني في كاس العالم. هل الطواحين الهولنديه بنفس قوتهم ودسمهم المعتاد والمعهود يعني ولا الجيل ده مش زي اللي قبليه؟ لا بالعكس، جيل هولندا الموجود دلوقتي من اقوى اجيال منتخب هولندا. واعتقد ان هولندا دايما مش محظوظه في كاس العالم، خسرت 3 نهائيات قبل كده، لكن انا شايف ان هولندا المره دي عندها حظوظ، عندها فريق كويس، عندها مدرب فني طبعا، مع مدير فني طبعا لويس فان جال طبعا مدرب مخضرم، عندهم عناصر قويه جدا في افضل الانديه، وكمان عناصر بتلعب كره قدم كويسه جدا، وهم عندهم حلم وعندهم هدف. فانا اعتقد ان الماتش هيبقى جدا صعب على السنغال. طبعا السنغال عندها مشاكل طبعا، غياب ساديو ماني ضربه، لكن انعكاسات غيابه ضربه قويه جدا، يمكن امبارح اول امبارح المؤتمر الصحفي لطبعا لاليو سيسي المدير الفني وقائد منتخب السنغال، يمكن اتكلموا كتير عن ساديو ماني وغيابه ازاي مؤثر، كان احنا بنلعب كمنتخب واحد وعايزين نعمل حاجه لبلدنا ولساديو ماني نهديها له. لكن انا شايف ان السنغال تلعب ماتش كويس لانه منتخب كويس جدا، منتخب قوي بطل افريقيا، اتأهل لكاس العالم على حسابنا. قوة برضو لا طبعا القوه واللعيبه بتلعب في افضل انديه في اوروبا، محترفين كلهم اقوياء جدا، لكن هولندا منتخب قوي قوي وشرس. يعني انا شايف ان المباراه هتبقى صعبه جدا على السنغال مع ساديو ماني مع غيابه، هتبقى صعبه جدا. في المجموعات المختلفه هل بيبقى وارد ان يبقى في حسابات معينه للمدير الفني، يعني يطلب من لعيبته ان هم يادوا باداء معين او حتى يطلعوا بنتيجه معينه في اول ماتش ليهم لان هو في دماغه حسبه ثانيه، ولا بيبقى ده احنا في كاس عالم فننزل ناكل اللي قصادنا ايا كان مين هو؟ لا في حسابات طبعا، في مديري فنيين هم ليهم هدف او ليهم خطه او ليهم حتى استراتيجيه بيطبقوها في كاس العالم. خلي بال حضرتك اهم حاجه في كاس العالم ترتيب مبارياتك، لو ترتيب مباراتك كويس او مناسب ليك انت بتعمل خطه على كل مباراه، لكن لو ترتيب مباراتك صعب انت بتبقى مش عارف تعمل ايه. يعني انا بقول لحضرتك ترتيب مباريات قطر صعب جدا، يعني هو بدا بالاكوادور وخسر، هيبقى كده السنغال او هولندا، يعني مباراه صعبه جدا طبعا. فانا شايف ان فرصه بقت صعبه، عشان كده ترتيب مباريات هو ده المهم جدا. فيعني لازم اول طبعا اول مباراه طبعا لاي منتخب في العالم في كاس العالم لازم تكون في رده فعل قويه، لازم يعني تقول لجماهيرك او حتى للعالم انا اهو انا موجود انا مرشح او انا هلعب كوره. ده بيزودك ثقتك في نفسك. وبعدين كاس العالم دلوقتي ما بقاش، او كره القدم دلوقتي في العالم ما بقتش حاجه اسمها بتعترف بالتاريخ او بالاسماء، كره القدم هي كره قدم، انت بتنزل انت عندك حماس عندك اراده عندك رغبه، اللعيبه عارفه هتعمل ايه في الملعب، هتعمل نتيجه قدام منتخب كويس، ده اللي احنا بنشوفه. وفي مفاجات طبعا كاس العالم، كاس العالم ده فيه مفاجات كتيره جدا وهنشوف كره جميله. طيب الماتش الثالث النهارده طبعا امريكا ويلز الساعه 9 طبعا، دي هتبقى ختام مباراه النهارده. في حد يقول ان فرص متكافئه الى حد كبير بين اعتقد يعني امريكا غايبه عن كاس العالم بقى لها اكتر من 46 سنه، ما عندهاش برضو الخبره العالميه قوي. يمكن ويلز طبعا متمرسه طبعا في اليورو وكاس العالم، فاعتقد عندهم نجوم، فمنتخب ويلز شايفه انه اقرب في المباراه بالنسبه كمان لغياب يعني غياب امريكا عن كاس العالم اكتر من 46 سنه. بس يعني الغياب لمده زمنيه طويله بالشكل ده مش ده غريب على دوله زي امريكا عندها قدره على تصنيع اجيال محترفه في رياضات مختلفه؟ يمكن امريكا كره القدم عندها مش هي الاساس، يمكن حضرتك عارف ان كره القدم كره القدم اللي هي الباسكت بول الرجبي والام بي اي الام بي اي كره السله الامريكيه دي بس في رياضات تانية، يعني حتى في العاب القوه تلاقي امريكا حاضره في السباحه، تلاقي امريكا حاضره بقوه بالظبط، في الجمباز الارضي تلاقي امريكا حاضره بقوه رجال وسيدات. يعني اشمعنا كوره بعافيه عندهم بقالهم سنين؟ الكوره كره القدم وكره اليد، يعني حتى كره اليد منتخب امريكا لسه متكون من كام سنه، يعني برضو نتائجه مش قويه، يمكن شارك في بطوله العالم قبل كده لكن مش يعني مش حاسس ان دي حاجه غريبه على دوله زي ما انا بقول لحضرتك هم مهتمين بالعاب معينه، في دول كده بيبقى ليها اهداف معينه او ليها العاب معينه او رياضات معينه هم بيتفوقوا فيها او بيهتموا بيها، زي امريكا عندها الرجبي وعندها البيسبول وعندها وعندها كمان السلة. توجه التجنيس في بعض الاحيان عشان يبقى ده أكيد. وعندهم فكره سكولرشيبس للمتفوقين رياضيا في الدراسات الجامعيه، يعني فكره صناعه بطل في رياضه ما حاضره بقوه عندهم، وعندهم معظم المطلوب لتحقيق الهدف. ده كلام حضرتك صح، يمكن سكولرشيبس والمنح والحاجات دي كلها بتحصل في دوري الجامعات الامريكي كره طبعًا. السله طبعًا. انا بشوف لعيبه مصريين كتير جدا بيلعبوا في دوري الجامعات الامريكي كره السله صحيح. وده بيفيدهم وبيفيد كمان دوري الجامعات، وبنشوف فيه بيطلع بينوروا بشمعه على اي حد موهوب في اي حاجه عشان ينموا الموهبه دي ويستفيدوا منها. دي حقيقه، لكن في كره القدم هم مش اقوياء او ما عندهمش تاريخ في كره القدم قوي يعني، ونفس الكلام في كره اليد. فعشان كده بقول لحضرتك هم غايبين عن كاس العالم 46 سنه، اتاهلوا لكاس العالم، لكن انا شايف ان يعني ظهورهم في كاس العالم ده
هيبقى ظهور يعني عادي، مش هقول اللي هو قوي ولا اداء قوي، لكن هو هيبقى ظهور عادي. انا شايف ان ويلز هتكسبهم عادي جدا يعني. جميل. طيب هستأذنك نطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل الكلام. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا حول المونديال وفعاليات ومجموعات ومنتخبات مع الاستاذ علي البحيري الصحفي والناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. بجدد الترحيب بحضرتك مره ثانيه يا استاذ علي. اهلا بحضرتك. طيب احنا يعني اتكلمنا مبدئيا كده عن المنتخبات العربيه، واتكلمنا عن ماتش الافتتاح، واتكلمنا عن الماتشات النهارده. انا عايز اكلمك بقى شويه بشكل عام عن توقعاتك للمربع الذهبي في النسخه دي من المونديال، هيحمل اسماء اي انهي اربع منتخبات؟ انا اتوقع البرازيل بالترتيب كده، البرازيل، فرنسا، الارجنتين، البرتغال، ده المربع الذهبي. وبرضه بنفس الترتيب ده المتوقع اللي هم يفوزوا بالبطوله، البرازيل. بالظبط النتيجه النهائيه، ترتيب النهائي ده توقعي البرازيل. بس انت كده معنى كده ان انت مش مدي مساحه لوجود اي مفاجآت، ولا مدي مساحه لوجود حصان اسود يظهر لك فجاه؟ ما اعتقدش في حصان اسود في البطوله دي. ليه؟ يعني ما اعتقدش، لا. البرازيل سكواد قوي جدا ومرشح طبعا يكون موجود في المباراه النهائيه. نفس الكلام منتخب الارجنتين، غايب عن كاس، يعني غايب عن تتويج كاس العالم طبعا من اخر نسخه في المكسيك سنه 86. طب انت عندك النسخه الاخيره كرواتيا كانت مفاجاه الى حد كبير، فكره وصولها للنهائي وان هي تكون الوصيف، يعني في ناس كتير ما كانتش مستنيه كده. ده النسخه اللي فاتت كان كرواتيا كان حصان اسود، لكن انا شايف ان المره دي ما فيش حصان اسود في البطوله. انا شايف ان هي منتخب قوي هياخد البطوله، وممكن يكون منتخب من امريكا الجنوبيه، ده التوقع يعني اقرب ليه. يعني بلجيكا مثلا؟ لا، بلجيكا ممكن توصل دور الثمانيه، لكن ما اتوقعش ان هي توصلش مربع ذهبي. لا ما ليه؟ لان هي مش في حالتها المعهوده، ولا عشان المنافسه هي قويه؟ عندها اصابات، عندهم اصابات. يمكن لوكاكو هيغيب عن اول ماتشين، هازارد مش في مستواه، اكتر من لعيب مش مؤثر مع منتخب بلجيكا. يمكن لعبناهم كمان ماتش ودي مع منتخب مصر كسبناهم. يمكن ما اتكلمناش صحيح على الماتش ده ورؤيتك ليه. استنى صحيح الكلام احلوه، يمكن رايك ايه بقى بمنتخبنا احنا في اللقاء؟ مباراه قويه جدا، اداء كان كويس، الناس كلها بصت بالاداء. يمكن طبعا وزعلت ان احنا مش مشاركين في المونديال بعد الماتش ده بصفه خاصه. دي حقيقه، يمكن ده زعلنا ان احنا مش موجودين في كاس العالم، لكن انا شايف ان برضو احنا لعبنا الماتش دي باريحيه، ما عندناش ضغوط، بنلعب للمتعه. فيتوريا قال اللعيبه انزلوا استمتعوا، ده ماتش ودي بتلعبوا قدام منتخب مصر. ما ينفعش نلعب بالتكنيك ده عموما بشكل عام في بطوله او في غير بطوله. للاسف يعني كان كيروش ليه استراتيجيه واضحه موجوده في كاس الامم او في تصفيات كاس العالم، فما ما وفقناش. يمكن في الاخر احنا خسرنا بطولتين او تصفيات كاس العالم وكاس افريقيا بضربات الجزاء في الاخر. أيوة. ضربات الحظ ترجيحيه، لكن انا شايف ان منتخب مصر يعني كان اداؤه كويس جدا قدام بلجيكا، منتخب مصنف في الثانيه عالميا، يعني حاجه كويسه جدا انك تكسبه في ماتش ودي وكمان تقدم اداء كويس. منتخب مصر بس ما كسبش، قدم اداء كويس. منتخب بلجيكا طبعا عنده غياباته، وعنده لوكاكو، وعنده هازارد مش مستواه، وعنده اكتر من مشكله في المنتخب، ده اثر عليهم طبعا. كمان كانوا مسافرين نفس اليوم بالليل قطر، فاعتقد ان الاجهاد، وكمان خايفين برده من الاصابات طبعا، مونديال الاصابات يعني كاس العالم الاصابات دي حرمتنا من شويه اسماء. دي حقيقه، يمكن في المونديال ده بصفه خاصه الواحد قاعد مستنيهم اصلا في المونديال. دي حقيقه، يمكن ابرز غياب طبعا كريم بنزيما، طبعا افضل لاعب في العالم. دي ضربه قاسمه لمنتخب فرنسا. ده اكيد افضل لاعب في العالم والمتوج بالكره الذهبيه، ومستواه دلوقتي هو في ليفل مستوى كان مع ريال مدريد ومع منتخب فرنسا زي التوب بتاعه، فالتوب ليفل بتاعه. فانا اعتقد ان كان غياب مؤثر جدا وضربه قويه لمنتخب فرنسا قبل ساعات من المونديال. طبعا غياب ساديو ماني عن منتخب السنغال غياب يعني كان مؤثر جدا وصعب. صعب تعويضه ولا بيمشي الحال؟ لا، صعب غياب، صعب حد يعوض بنزيما في فرنسا، وصعب حد يعوض ساديو ماني في السنغال. طبعا غياب منتخب مصر عن كاس العالم وعدم ظهور محمد صلاح طبعا ده حاجه طبعا، يعني ما لو شفنا فان دايك نجم منتخب هولندا ولوفرين نجم منتخب كرواتيا. أيوه. كلموا عن غياب محمد صلاح وقالوا ان هو لاعب بيلعب في التوب ليفل، لاعب من افضل اللاعبين في العالم، مرشح دايما للجوائز، فان غيابه عن كاس العالم كان حاجه احزنتهم يعني. كان فان دايك طبعا في برضه من ضمن الحاجات اللي اتشيرت، والله اعلم مدى مصداقيتها، ان هو كان بيهزر بيقول لك اكيد غيران مني عشان انا مشارك في كاس العالم وهو لا. ده لوفرين. اوكي لوفرين قال كده، وقال ان كمان محمد صلاح هيجي يشجع كرواتيا في كاس العالم بعلم كرواتيا. قال كده فعلا في مؤتمر صحفي قبل ماتشهم. غياب منتخبات غير متوقع غيابها، ومدى تاثير ده في قوه المنافسه ومتعه المشاهده بالنسبه للجماهير، حد زي المنتخب الايطالي مثلا. كنت لسه هقول لحضرتك منتخب ايطاليا، انا استغربت جدا غيابه عن المونديال، كان صعب جدا، منتخب قوي جدا. ايطاليا ايه اللي بيحصل فيها بقى؟
هم مروا. مش ملاحظ ان في الفتره الاخيره يعني عموما حتى على صعيد الدوري الايطالي على صعيد الفرق الايطاليه مش بنفس الزخم بتاع زمان؟ هو في تغيرات دايما في ايطاليا الفتره اللي فاتت كمان في كره القدم، بس بتطول يعني مطوله معاهم. ما هي مطوله شويه، بس هم عدوا بمرحله احلال وتجديد في المنتخب وفي العناصر وفي المدربين كمان في الدوري الايطالي، عشان المدربين دول شباب بيقودوا فرق كبيره. أيوة. فانا اعتقد ان المستوى، بس دلوقتي الدوري الايطالي بدا يرجع، انا شايف دلوقتي بقى قوي جدا، يعني بدا يرجع لقوه، بس مش قوه زمان، بس بدا يرجع على المسار الصحيح. ومنتخب ايطاليا رغم عدم تاهله لكاس العالم، لكن انا شايفه منتخب قوي جدا، عمل رقم قياسي في عدم الخساره اكتر من 30 مباراه متتاليه، او مش متذكر بالظبط الرقم، لكن عنده منتخب قوي، عنده مواهب شابه، منتخب ايطاليا من اقوى المنتخبات الاوروبيه، وغيابه عن كاس العالم كان صدمه بالنسبه لي. هل اقامه النسخه دي من المونديال في موسم شتوي، وده طبعا شيء غير معهود وغير مسبوق قبل كده، الى اي درجه ممكن يكون اثر مع المنتخبات اللي هتشارك في انا شايفه كان سيء. انا بكلمك ان هو في منتصف الموسم الاوروبي. دي حقيقه كان شيء سلبي، وناس كتير اعترضت من الانديه ومن الاتحادات كمان الاوروبيه. انا شايف ان ظهر ده في الاصابات اللي حصلت، اكتر من عنصر واكتر من نجم عالمي بيغيب عن كاس العالم، وده طبعا ضربه للبطوله، وبيأثر طبعا في مستوى البطوله، لان النجوم الكبار دول لما بنشوفهم في كاس العالم ده طبعا بيديها حماس وبيديها شغف وبيديها مستوى مرتفع لكره القدم. فانا شايف ان اقامه كاس العالم في التوقيت ده لاول مره بيأثر على المنتخبات، وعمل اكتر مشكله للمنتخبات، منهم طبعا الاصابات اللي حصلت زي كريم بنزيما وساديو ماني. طيب لما نيجي نتكلم عن فرصة وجود أي منتخب من المنتخبات العربية الأربعة في المربع الذهبي مع نهائيات البطولة، عادة لما تيجي تتكلم في حاجة زي كده مع أي حد يديك حتى الرياكشن بتاعي يا عم أنت بتتكلم في إيه؟ يعني بعيدة قوي، واخد بالك؟ لأسباب كتير والاعتبارات كتير أكيد بطبيعة الحال اتكلمنا عنها قبل كده. طب إفريقيا بقى، يعني النسخة الأخيرة مثلا من المونديال شهدت خروج كل المنتخبات الإفريقية، فهل من المتوقع ان يتكرر هذا الامر في النسخه دي من المونديال؟ وليه ما بيبقاش في فرصه نفس الكلام اللي بنقوله على العالم العربي ينطبق على افريقيا في المونديال؟ ما فيش قوي فرصه وجود منتخب افريقي في المربع الذهبي، ما بتحصلش كتير. انا شايف ان هو تاريخيا طبعا الدول العربيه ما فيش حد عدى بعد الدور الثاني، يعني كان ابرز حاجه صعود الدور الثاني، لكن ما حدش عدى بعد كده. فانا شايف ان برضو المره دي صعب، ممكن حد يتاهل للدور الثاني، لكن بعد الدور الثاني ما حدش. طب ليه ده اخرنا عربيا وافريقيا؟ مستوى كاس العالم والفرق اللي موجوده، انا شايفه بالنسبه للدول العربيه احنا لسه محتاجين نتطور عشان نوصل للمستوى. بس انت بتتكلم على بطوله بتقام كل اربع سنين، فانت عندك مبدئيا كده، ده لو افترضت جدلا ان انت مش هتشتغل على ده من بدري، بس هنقول عندك ما بين كل نسخه والتانيه عندك اربع سنين، ودي فتره زمنيه كافيه جدا لبناء جيل قادر على التواجد والمنافسه. بتفرق في العقليه، انا شايف بتفرق في العقليه بتاعت الانديه او المنتخبات او حتى الاتحادات العربيه. انا شايف ان دي هي في الاخر حافز، وفي الاخر في طموح الدول العربيه او الدول الافريقيه، يمكن الدول الافريقيه كمان عندها طموح اكبر من الدول العربيه بكتير جدا، لكن انا شايف ان النسخه دي مش تشهد وجود منتخب عربي بعد الدور الثاني. ونفس الكلام المنتخبات الافريقيه، ممكن نشوف منتخب او حاجه في الدور اللي بعد الدور الثاني يعني، بس بعد كده ما اعتقدش، كله هيبقى دول اوروبيه. والمره دي انا شايف ان دول امريكا الجنوبيه هيبقى ليها يد عليا في هذه البطوله، بالذات البرازيل والارجنتين. اللي حضرتك تفضلت بيه ده برغم وجود كتير من اللعيبه الافارقه المحترفين في دوريات اوروبا واللعيبه العرب ولا سيما المصريين، ده احنا لوحدنا عندنا بتاع 4-5 اهو، يعني برضه ده ما ينفعش ده يتبني عليه مع المنتخبات؟ لازم يتبني عليه، لازم يكون في تطور، لازم يكون في طموح اكبر من كده، لازم يكون في عدد محترفين في المنتخبات اكبر من كده في اوروبا، لان ده بيأثر على المستوى، بيأثر على العقليه. منتخب مصر دلوقتي فيه اكتر من محترف، وبيفرق طبعا مع منتخب مصر، لو منتخب المغرب فيه محترفين كتير جدا، منتخب تونس نفس الكلام. فانا شايف ان لازم يكون في تطور، ولازم يكون في طموح، ولازم يكون في تطور في العقليه، ان انت لازم توصل لابعد من كده، ما يبقاش طموحك ان انت تاهل للدور الثاني او تعمل ده يبقى بالنسبه لك انجاز. لا طبعا ليه ما تاهلش، ليه ما تكملش تعمل مباريات كبيره، ليه ما تخش مربع ذهبي ليه؟ يعني انا شايف ان ده لازم يكون طموح كل الدول اللي موجوده. لو رجعت بيك كده مره ثانيه لماتش مصر وبلجيكا، في ناس كتير قوي وقفت عند الثنائيه الحلوه اللي شفناها ما بين محمد صلاح وتريزيجيه، ويمكن في ناس كمان افورت في الاحتفال بهذه الثنائيه من منطلق ان احنا ما كناش بنشوفها كتير قبل كده، وده بدوره يرجعنا لانتقاد اتعرض له تقريبا كل المحترفين المصريين في الخارج، ولا سيما محمد صلاح شخصيا اللي اتقال عليه في وقت من الاوقات يا ابو صلاح انت ايه حكايتك مع ليفربول بتولع الدنيا ومع المنتخب الدنيا بعافيه حبتين، ما معناه؟
اتقال بصيغ مختلفة وأكتر من مرة. فهل ده معناه إن مش بالضرورة إن أنت لما يكون عندك في منتخبك عناصر محترفة في يعني في الخارج تعرف تستفيد منهم الاستفادة القصوى في الداخل مع منتخب بلدهم؟ لا طبعا، المحترفين بيأثروا جدا في مستوى المنتخب وبيفرقوا جدا مع المنتخب، لأن العقلية اللي بيتعاملوا بيها بره، المستوى اللي بيلعبوا فيه بره، الاحتكاك الدولي أو الأوروبي اللي بيلعبوا فيه بره في أقوى الدوريات ومع أقوى اللاعبين وأقوى الأندية، لا طبعا ده بيفرق جدا. أيوة، ما بيقول لك بقى لما بييجوا يلعبوا مع المنتخبات، يعني أبسط وأقل رد بيتقال في ظرف زي اللي احنا بنتكلم فيه، يقول لك بص يا عم بره هو فريقه، لو مثلا بنتكلم جدلا عن محمد صلاح يقول لك بص ليفربول معاه مين وبيخدموا عليه ازاي والوضع عامل ازاي، لكن انت عندك هنا ونبتدي نكسر في مقاديف منتخبنا. هو انا شايف ان يعني لو حضرتك اتكلمت عن ثنائيه صلاح وتريزيجيه دي مش اول مره، يعني كان برضو في كاس العالم في روسيا قبلها في تصفيات منتخب مصر كان صلاح وتريزيجيه كانوا بيعملوا شغل كبير جدا، ويمكن تريزيجيه من كوره برضو هو جاب ضربه جزاء اللي سجلها صلاح في الكونغو وتأهلنا بيها المونديال روسيا. لكن انا شايف ان الثنائيه دي كانت موجوده قبل كده، ودلوقتي على فكره منتخب مصر انا شايف ان المحترفين بيقدموا اقوى اداء. مصطفى محمد في نانت الفرنسي طبعا كسر طبعًا الدنيا، تريزيجيه مكسر طبعًا الدنيا في تركيا، عندنا محمد صلاح طبعا حدث ولا حرج حدث ولا حرج في الدوري الانجليزي طبعًا ونجم كبير جدا وعالمي. ابرز يعني محمد النني في ارسنال بقاله 6 سنين بيلعب في ارسنال ومستواه او الليفل بتاعه بيلعب الناس كلها بتتكلم عليه بطريقه قويه جدا. فانا شايف ان المحترفين بتوعنا لا مؤثرين دلوقتي في المنتخب وعاملين شكل قوي جدا للمنتخب، وهم دلوقتي المفروض ياخدوا المنتخب لقدام ولازم ينقلوا نقله تانية، وده لازم يكون طموحنا وهدفنا ان احنا نعمل حاجه لمنتخب بلدنا. انا شايف ان محدش مؤثر، يعني ما شفتش محمد صلاح اثر، ما بنقولهاش من زاويه ان في شبه التقصير، بس من زاويه ان في شبه اختلاف كبير بين الواقع اللي هم عايشينه مع انديتهم وبين الواقع اللي بيعيشوه بفترات زمنيه مؤقته وعلى فترات زمنيه متباعده مع منتخب. دي حقيقه، حضرتك انت بتلعب في الدوري الانجليزي مع اقوى الانديه مع ملاعب عامله ازاي مع تحكيم عامل ازاي، انت بتلعب هنا في الدوري المصري مع لعيبه محليه، الفرق في المستوى كبير جدا. محمد صلاح اكيد لما يلعب مع منتخب مصر مش هو محمد صلاح مع ليفربول، هو بيحاول يقدم يعني اكتر ما عنده او اقوى ما عنده، لكن الكره هناك سريعه، هنا الكره هنا بالنسبه هناك اختلاف شاسع طبع. هنا الكره سريعه، هناك بيباص الكره ازاي بياخد الكره ويجري ازاي، هنا الموضوع مش هنا يعني التحضير للهجمه ممكن ياخد له يومين بالظبط، صعب مستريح. صعب جدا في بعض الاحيان صعب جدا. طب برضو يعني في ناس برضو ممكن تقول لك طب ما انت عندك بعيدا بقى عن اللعيبه المحترفين ليه نعتمد اعتماد كلي على اداء وحجم فوقان لاعبتنا المحترفين لما بينضموا للمنتخب، ما انت عندك لعيبه محليه في بعض الاحيان ممكن تلاقيهم موجودين وفاعلين يمكن اكتر من المحترفين كمان، ليه ما نبنيش على التفصيله دي ونبقى بنطعم بصلاح وبنطعم بالنني وبتريزيجيه ومصطفى محمد؟ انا هرجع مش معتمدين بالكامل عليهم. انا هرجع لحضرتك في حته قديمه، يعني منتخب مصر حقق ابرز انجازاته مع كابتن حسن شحاته بلعيبه محليين طبعا، ثلاثه امم افريقيا، واتظلمنا ان الجيل الذهبي ده ما راحش كاس عالم وكسر الدنيا في كاس القارات، وكان نفسنا نستنسخ الجيل كله بلعيبه محليه على فكره، ما كانش فيه غير محترف او اتنين كله كان لعيبه محليه، لكن منتخب مصر قدم اقوى اداء، غلب اقوى الانديه الافريقيه اللي عندهم كل المحترفين في اوروبا. ايه المانع ان ده يتكرر؟ انا شايف ان المدرب الوطني كان فارق مع منتخب مصر قبل كده، زي ما جمال بلماضي فرق مع منتخب استقباله. انا شايف جمال بلماضي مع منتخب الجزائر فرق معاهم، خدوا كاس افريقيا، طبعا عندهم محترفين وكل حاجه، بس كان في لعيب محليين كتير جدا في منتخب الجزائر مع جمال بلماضي قدر يوظفهم وقدر يدي الشخصيه والهويه بتاعت منتخب الجزائر ويرجع منتخب الجزائر تاني يقف على رجله وياخد كاس افريقيا. كابتن حسن شحاته الجيل الذهبي 2006 2008 2010 عمل كل حاجه، كسب ايطاليا واتغلب من البرازيل بيلعب في كاس القارات، خد ثلاث كاس افريقيا واتظلم في لو حتى الماتشات اللي خسر فيها او حتى تعادل فيها قدمنا اداء غير مسبوق، دي حقيقة. وبالتالي اتخلقت جوانا يعني او اتخلق جوانا شبه يقين بان طب احنا حلوين اهو احنا كويسين جدا، دي حقيقه. بس انا بقول لك الكره اتغيرت، الكره اتغيرت جدا، كره القدم دلوقتي عن زمان بقت حاجه ثانيه. اتغيرت للاحسن يا علي في رايك؟ انا شايف اتغيرت للاحسن، بقى الكره ما بقتش سهله، الاول يعني الكره كانت يعني سهله. يعني انت عندك تفصيلتين مثلا تعالى نقف عندهم، تفصيله السوشيال ميديا، ولو قارنا كره القدم في زمن السوشيال ميديا بكره القدم في ازمان سابقه تخلو من السوشيال ميديا وكان وقتها فيه صحافة رياضية كما ينبغي، وكانت الأقلام اللي بتكتب في الصحافة الرياضية كل اسم منهم أتقل من التاني. فمستجد زي السوشيال ميديا في رأيك نتج عنه إيه كرويا؟ ومستجد زي عايز أقول كلمة سيطرة رأس المال في كتير من الأحيان على مجريات الأمور وعلى قدرة البعض على شراء أندية من بابها إلى آخره. لو اتكلمنا على السوشيال ميديا فانا شايف ان ظهور السوشيال ميديا او انتشارها بشكل الفظيع ده في كاس يعني في كره القدم دلوقتي ده عامل سلبي جدا، انه بيأثر يعني افسد اكتر ما اصلا افسد طبعا ده افسد تعصب جماهيري
افسد طبعًا. ان اللعيبه بقت بتركز مع السوشيال ميديا طبعًا. وبتنسى حاجات كتير جدا وبتركز في الملعب، وفي لعيبه بتتاثر بالسوشيال ميديا ممكن تقدم مستوى وحش بسبب انتقاد ليها. فانا شايف ان السوشيال ميديا كانت قفه سيئه لكره القدم. لو اتكلمنا عن راس المال، اكيد راس المال في منه فايده وفي منه ضرر. يعني راس المال اكيد انت يعني انت ممكن تبقى يعني تخش مثلا مع نادي زي باريس سان جيرمان مثلا، انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده، تعالى نستشهد بالحاله، عنده اقوى اللعيبه في العالم، ميسي ونيمار ومبابي، بيخش دوري ابطال اوروبا اللي هي اقوى بطوله اوروبيه، مع انه عنده كل الفلوس وعنده كل الامكانيات. فراس المال مش كل حاجه، فساعات بيبقى في فايده بيبقى في ضرر. لكن في انديه بيبقى عندها مثلا اداره قويه او استراتيجيه ماليه كويسه او راس مال في نفس الوقت، بس برضو بيعرفوا يستفيدوا ماليا ويعرفوا يجيبوا لعيبه ويعرفوا يبيعوا لعيبه يعني يجيبوا لعيب مثلا ب 10 مليون يبيعوا ب 100 مليون فهو كسب. طب القوانين اللي استجدت في بعض الدول واللي موجوده واتطبقت بعنف في بعض الدول الاخرى، اللعب المالي النظيف بالظبط كده، ده يعني ده موجود وبيشرف عليه الاتحاد الاوروبي وبيشرف عليه الفيفا. يعني واحد زي ليونيل ميسي بجلاله قدره كان عرضه للي احنا بنتكلم فيه ده، في اسبانيا، فكره الحد الاقصى وفكره ان ما نقدرش وتجديد عقده فعلا مشي من برشلونه كده. كل ده كان موجود. ما انا بقول لك حاجه، ليه برضه ليه ضرر وليه برضه فايده، اللي هو موضوع اللعب المالي النظيف، الموضوع اللي هو راس المال والتحكم في الانديه والكلام ده كله. لان شايف ان كره القدم في الاخر هي بقت صناعه زي ما حضرتك عارف، هي بقت صناعه ما بقتش بس مجرد لعبه. جيت الحق علي، انا شايف ان هي بقت اقرب للتجاره ما هي للصناعه. هي يعني انا شايفها تجاره وصناعه، بس في نفس الوقت كره القدم تظل في الاخر داخل الملعب هي كره قدم. أكيد. بره الملعب بتحكم فيها عوامل كتيره جدا، جماهيريه وتسويقيه وراس المال واعلام. اعلام بقى بيتحكم على فكره في كره القدم دلوقتي في ابرز الانديه الاوروبيه. الاعلام ممكن يقلب الدنيا، زي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد طبعا، تصريحاته واللقاء اللي حصل عمل معاه قلب الدنيا، خلى مانشستر بيمشي يشيل صوره من على ملعب اولد ترافورد، خلى رونالدو دلوقتي بقى في انتقاد من الجماهير وعايز حصل يمشي. حصل نفسه برده مش شويه الحقيقه، والكلام اللي قاله كريستيانو رونالدو وش كده كان صادم لناس كتير حتى لو هم عندهم خلفيه. يظل كريستيانو رونالدو اسطوره كره قدم، متوج بكاس بافضل لاعب في العالم 5 مرات، متوج بافضل او اقوى الجوائز الفرديه والالقاب الشخصيه والالقاب كمان مع الانديه الاوروبيه. كل حاجه خدها رونالدو، هو ناقص له كاس عالم، حتى خد اليورو، هو ناقص له كاس عالم بس. وده هيبقى خير ختام للمشوار، خير ختام لرونالدو وخير ختام لميسي طبعًا. اتنين من اساطير كره القدم، سواء ميسي خدها سواء رونالدو خدها، هيبقى افضل ختام لمسيره اسطورتين في كره القدم. ده الماتش اللي ممكن يجمع ما بين الارجنتين والبرتغال، ده هيبقى احلى نهائي في التاريخ طبعا. يا خبر ابيض، اكيد لو البرازيل لعبت لو الارجنتين لعبت البرتغال هيبقى اقوى نهائي الكاس العالم من سنين كتير جدا، وهيبقى فعلا هنشوف بقى هيمنت بقى الاسطورتين. هنشوف بقى هنا مباراه كره قدم عالميه، وهنشوف بقى صراع فعلا على ارض الملعب، صراع كروي وكمان جميل ممتع. في نسخ سابقه وفي ازمنه سابقه كنا بنشوف في كاس العالم كل منتخب اقوى من الثاني، يعني كان صعب جدا في بعض الاحيان ان انت حتى تتكهن مين الاربع منتخبات اللي هيوصلوا للمربع الذهبي. هل الوضع اختلف؟ شويه يعني، ممكن حضرتك بتقول ان في حصان اسود، حضرتك ممكن تتوقع منتخبات ممكن تكمل زي بلجيكا، ممكن توصل ربع نهائي وممكن تتقدم مستوى اقوى من اللي هي فيه. لكن انا مش عارف، انا حاسس ان النسخه دي هي يعني الاغلب ليها امريكا الجنوبيه، يعني الاغلب ان اللقب يبقى امريكا الجنوبيه، والاقرب كمان منتخب البرازيل. ادينا هنستنى وهنتابع ونشوف الدنيا هتاخدنا فين. انا بشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده علي، جدير الشكر، جزيل الشكر، شكرا ليك. وان شاء الله اكيد هنلتقي بقى يعني كتير الفتره الجايه، احنا عندنا كاس عالم بقى وهنقعد نحكي في كتير من تفاصيله، فبشكرك جزيل الشكر. وخلونا نطلع فاصل يا حضرات ونرجع بعديها نكمل الكلام، اتفضلوا.